بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أستاذ هيثم مالح في الحلقة الثانية مع شباب حضارة. السؤال الأول: في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، استكانة كل دول العالم لهذا النظام المجرم وعدم تدخل مجلس الأمن في إصدار أي قرارات جدية بحق هذا النظام، ما هي حلول ومقترحات ورؤية المعارضة؟ هل من الممكن ترك شعبنا الأعزل في مواجهة هذا النظام الغاشم فترة زمنية إضافية لا يعرف أحدنا مدتها ولا عواقبها؟ سوف يرسل الملف إلى مجلس إلى الأمم المتحدة، إلى منظمة الأمم المتحدة إذا استعمل الروس حق النقض للمرة الثانية. والأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، تملك صلاحيات إصدار قرار بإلزام النظام السوري تحت البند السابع لنظام الأمم المتحدة، وبالتالي لا خوف على مستقبل المنظمة القرارات الدولية، وسوف لا تكون الأمور كالسابق أبدا. سيتغير موقف في القريب العاجل، وستضغط دول الأصدقاء سوريا في هذا الاتجاه، وعندها سيتحول موقف الدولي. لماذا غياب الشفافية عن كل أطياف المعارضة؟ وليس القصد المعلومات التفصيلية المالية أو العسكرية، فمعلوم سريتها وأهميتها، ولكن لماذا الشارع بعيد عن الأسباب الحقيقية للنزاعات بين أطراف المعارضة والمواقف الدولية، ومتروك للشائعات وتحليلات شخصيات المعارضة الصفراء، وخصوصا مع وسائل التواصل الحديثة؟ يعني القاعدة العامة كما هو معروف أن العمل السياسي في سوريا خلال 50 عام الماضية كان يتصف بالسرية التامة، يعني عمل تحت الأرض وليس فوق الطاولة. وبالتالي تأثرت الحركات السياسية بهذا المنهج من العمل، ولا تزال تتأثر به حتى اليوم. وإذا أضفنا الجهل أو التصحر السياسي الذي تكلمت عنه سابقا، نجد أنه من الطبيعي أن يكون هناك يعني انعدام في شفافية العمل لدى بعض أطياف المعارضة. لكن على كل الأحوال، مراقبة الثورة ومراقبة الشعب السوري والدفع باتجاه الشفافية قد يغير موقف يعني في القريب العاجل، إضافة إلى إمكانية يعني مشروع تحقق مشروع توحيد المعارضة في القريب العاجل تحت سقف الجامعة العربية. وإن شاء الله سيكون هناك عمل مؤسساتي. عندما يكون هناك عمل مؤسساتي تكون هناك شفافية كاملة، أما إذا لم يكن هناك عمل مؤسساتي لا يكون هناك شفافية، وبالتالي العمل الدفع باتجاه الضغط باتجاه العمل المؤسساتي ينفع المعارضة وينفع العمل العام في سوريا. سؤال خاص بالنسبة لك: هل أنت مع تدخل عسكري خارجي أو مع دعم الجيش الحر؟ وكيف ستكون العلاقة بين العسكريين والسياسيين، وخصوصا أن الجيش الحر لا يخضع إلى قيادة واحدة حتى الآن؟ يعني هو هذه هي المشكلة العويصة والمعقدة، أن الجيش الحر لا يخضع لقيادة عسكرية واحدة. هذه أهم مسألة يجب أن نعمل عليها جميعا. يجب أن تتوحد الفصائل العسكرية في داخل سوريا، فصائل المقاومة في داخل سوريا في قيادة تحت قيادة عسكرية واحدة، وإلا نحن مقبلون على انفلات أمني لا سمح الله في حال سقوط النظام. سقوط النظام لم يعد بعيدا أبدا، لأنه الآن في حالة نزع وهو ترنح. وبالتالي فإذا سقط النظام والفصائل العسكرية غير موحدة وليس لديها لها قيادة واحدة وانتظام واحد كانتظام العسكريين، يعني سنكون في حالة لا نحصد عليها. أنا مع دعم الجيش الحر، ولست مع التدخل العسكري الخارجي، لأن أنتم كما تعلمون الشعب السوري كله مدرب على السلاح،
لا ينقصنا سوى السلاح، وإذا تأمل تسليح الجيش الحر سيضمن هذا الجيش بعون الله تعالى إسقاط النظام وانتهاء المشكلة السورية وتحقيق النصر للشعب السوري. هل تعتقدون أنه يوجد إمكانية لتدخل عسكري واضح بشكل كبير من قبل الدول المؤيدة للنظام مثل روسيا والصين وإيران؟ التدخل قائم، لا حاجة للتوقع، التدخل قائم. روسيا ترسل حتى الآن الأسلحة بكافة أنواعها إلى هذا النظام المجرم القاتل، وإيران تدعمه بشكل صريح وواضح وهي صرحت عن ذلك، إضافة إلى حزب الله. أما الصين فهي غير مكترثة بدعم النظام كتسليح وإلى آخره، لكن روسيا هي رأس الحربة فيما يتعلق بدعم العصابة المجرمة، وإيران ترسل الخبراء والعتاد وتدفع باتجاه يعني الضغط على العراق من أجل تمويل النظام السوري، وكذلك حزب الله يرسل بعض عناصره من أجل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في سوريا. فالتدخل قائم، ولكن المجتمع الدولي والدول الأخرى عليها أن تتدخل لمنع هذا التدخل، الروسي، الإيراني، العراقي، حزب الله. هذا هو واجب المجتمع الدولي الآن. لماذا المؤيدين للمجلس معدودين؟ هذا سؤال عن المجلس الوطني. لماذا المؤيدين للمجلس معدودين من العوام بينما مؤيدي التيارات الأخرى معدودين من المثقفين؟ وكما من الواضح أنه التدخل العسكري ما راح يصير إلا في حالة قيام النظام بمجزرة يروح فيها آلاف، أو أن العدد الإجمالي للقتلى يتجاوز 100,000. ما هي استراتيجية المجلس الحالية؟ يعني هذا السؤال يوجه للمجلس الوطني لا يوجه لي، لكن على كل الأحوال لا أعتقد من قال أن الداعمين للمجلس الوطني هم من العوام. أبدا، الداعمين للمجلس الوطني يعني معظم الأحزاب والتيارات المعارضة وأشخاص المعارضة في سوريا. دعم المجلس الوطني ليس معناه يعني هو المكتب التنفيذي، يجب أن نفرق. المجلس الوطني ككل هو عبارة عن مظلة سياسية يعني اعترف بها المجتمع الدولي أو معظم المجتمع الدولي، وبالتالي نحن حريصون على هذه المظلة السياسية مع يعني عملنا الدؤوب من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطني وإعادة يعني إعادة إعادة يعني هيكله وإعادة تشكيل مكتب تنفيذي جديد. هل نحن في نفق مظلم؟ هل من الممكن أن تستمر الثورة لعشرات السنين؟ إن كانت الإجابة بلا، فما المعطيات التي تشير لسقوط النظام قريبا وبأن الدول المساندة له لن تتدخل مباشرة؟ لا يوجد ثورة لعشرات السنين. فيما يتعلق بالثورة السورية، أنتم ترون الآن في الأيام الماضية الانشقاقات الكبيرة في الجيش السوري برتبة عميد ولواء، وهذا مؤشر كبير على فداحة الانشقاق. الأمر الآخر، كلنا شاهدنا كيف أن الجيش لم يستطع يدخل إلى باب عمر إلا بعد شهر، هذا دليل آخر على ضعف الجيش. اثنين، رئيس المخابرات الجوية الذي تحدث عن مساعدات خارجية حتى استطاعوا يدخلوا لباب عمر، كمان هذا مؤشر على الضعف. أخيرا ترجى هو العساكر والضباط أن لا يذهبوا إلى بيوتهم ويأخذوا إجازاتهم في المنطقة، وهذا مؤشر على الخوف والارتباك. الآن إسقاط طائرة هليكوبتر في منطقة إدلب وإعطاب دبابات للجيش السوري، مع الأسف هو هذه كلها أموالنا، لكن لا سبيل لنا إلا المضي إلى الأمام. الثورة السورية الآن قاب قوسين أو أدنى من الانتصار إن شاء الله تعالى، ونحن لدينا الأمل الكبير في إسقاط هذا النظام في القريب العاجل، لأنه لم يعد له
أي مخرج. أنا شخصيا يعني تحدثت مع العديد من القادة العرب والسياسيين، والكل مجمعون على سقوط هذه العصابة الحاكمة، بما فيها تلقيت يعني خبرا من إيران وطلبوا مني لقائهم. حتى الآن لم أعطيهم جوابا على أنهم نفضوا يدهم من بشار الأسد. اطمئنوا فإن النصر قريب بإذن الله، وسنعود في القريب ونحتفل معا في دمشق. السؤال الأخير، قديش ممكن التسليح بإمكانياته الداخلية بحل الأزمة، وقديش ممكن دول الغرب تنتظر أكثر من هيك على النظام وما تدخل وبدون تدخل عسكري؟ سيكون هناك يعني تدخل بصيغة ما، ولكن ليس تدخل على الأرض في اعتقادي. بعد إسقاط الطائرة التركية دخلنا في منعطف آخر هو المجابهة مع حلف الناتو. أنا أعتقد أن الحلقة تضيق على رقبة النظام، ولم يعد أمامه إمكانيات الاستمرار، كما أنه المجتمع الدولي الآن يعني يعد العدة لصيغة من صيغ التعامل النهائي معه، ولا أظن أن المسألة ستأخذ وقتا أطول مما أخذته حتى الآن. شكرا لكم أستاذ هيثم، أهلا وإن شاء الله وسهلا، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع شباب حضارة.